الحادي عشر من شباط فبراير 2020، أهلا بكم إلى المشهدية. وفي مشاهدها لليلة، آمن وسالك للمرة الأولى منذ 7 سنوات، طريق العاصمة دمشق يتصل بحلب. الجيش السوري يتقدم ويحاصر نقاطا تركية، فما الخيارات أمام الأتراك؟ الرئيس الفلسطيني يجدد رفض صفقة القرن والعمل على مواجهة تطبيقها على أرض الواقع، ويدعو إلى مفاوضات بوساطة غير أمريكية. على أعلى 5 قمم في العالم رفع متسلق سوري علم بلاده. في المشهدية نتعرف إلى هذا الشغف الذي يتحدى وينجح. في اليوم العالمي للإنترنت الآمن، كيف نحمي أنفسنا في عالم مفتوح على مصراعيه؟ نصائح لتعزيز الخصوصية الرقمية في المشهدية. خطة تحرير الطريق نجحت، وأصبح أخيرا الطريق الواصل بين العاصمة دمشق ومدينة حلب في عهدة الجيش السوري، بعدما حرر مجموعة من القرى والبلدات في أرياف المحافظة، موفرا طوقا آمنا حول مدينة حلب. الأوتوستراد أصبح مؤمنا إذن بشكل كامل، بعدما تمت السيطرة على حي راشدين 4 وأبو شيلم وصوامع خان تومان. إنما اندفاعة الجيش يوازيها في المقابل ارتباك تركي كبير، فمقتل الجنود الأتراك ومحاصرة الجيش السوري لنقاط المراقبة التركية غير المشمولة في اتفاق سوتشي يقلقان أردوغان، الذي سارع إلى الكشف عن أنه سيعلن في الساعات المقبلة خطة العمل في إدلب. ها هو النظام السوري يواجه المشاكل التي جنتها يداه، ولا سيما في إدلب، غير أن ما جرى ليس كافيا، بل سنستمر في إجراءاتنا، إذ كلما هاجم النظام السوري جنودنا أكثر فسيدفع ثمنا أغلى. وفي وقت يبدو فيه فريق عمل أردوغان مستاء ويهدد بالتصعيد والانتقام. يجدر بضامني النظام، أي روسيا وإيران، أن تضع حدا لما يحدث، ونعقد لقاءات مع محاورين روس لهذا السبب. وبنحو أساسي أتى تعاوننا حتى اليوم بنتائج مهمة جدا، لكن للأسف بدأ هجوم النظام في إدلب وقتله مدنيين واستهدافه جنودنا يسببون ضررا بالغا لهذه الشراكة. وقد أتت لجان من روسيا وعقدنا اجتماعات معها، كان أحدها يوم أمس، وسيجري رئيسنا رجب طيب أردوغان ورئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا. هذا الإلحاح التركي على التدخل الروسي رد عليه الكرملين بأن بوتين وأردوغان لا يعتزمان عقد لقاء بشأن تفاقم الوضع في إدلب. أمام تلك المشهدية نحن ليلة سنطرح أسئلة ثلاثة. أولا، كيف تبدو الخارطة الميدانية في إدلب وحلب؟ ثانيا، ما الخطوة التالية للجيش السوري بعد تأمين الأوتوستراد؟ ثالثا، ما خيارات أردوغان ميدانيا وسياسيا؟ نجيب عن هذه الأسئلة مشاهدينا مع ضيف المشهد الساخن لهذه الليلة، سيد محمود عبد السلام، الباحث في الشؤون العسكرية، وهو ينضم إلينا من دمشق. مساء الخير سيد محمود، أهلا بك. وسنبدأ من التطور الأخير، التطور الميداني وهو الأهم في الواقع. الآن كيف تبدو خطة الجيش السوري بعد تأمين الطريق العام الأوتوستراد، ومستقبلا كيف سيتحرك؟ نعم، بداية مساء الخير لكم ولجميع السادة المشاهدين. طبعا الإنجاز النوعي الذي حققه الجيش العربي السوري باستكمال تحرير الطريق المعروف بالطريق M5 هو إنجاز نوعي، ورغم كل التحديات ورغم كل العقبات والظروف المناخية السائدة ورغم كل التحصينات للمجاميع الإرهابية، إلا أن الجيش العربي السوري من خلال سيطرته اليوم على أحياء الراشدين 4 و5 والصحفيين وغابات الأسد استطاع أن يحرر ما تبقى من هذا الطريق بإنجاز نوعي. والآن العمل جاري لزيادة هامش الأمان إلى غرب هذا الطريق، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن الجيش العربي السوري على جبهة حلب يقوم بأكبر عملية التفاف نوعية عرفها
التاريخ الحديث من خلال العملية العسكرية التي يقوم بها من الشمال باتجاه الغرب وتطويق حريتان وعندان ومصانع الأدوية وصولا إلى الحد البعيد في أقصى الجنوب في منطقة المغير. إذن الجيش العربي السوري لن يقف حتى يحرر هذه المنطقة بالكامل، يعيد الأمن والأمان إلى ربوع محافظة حلب. وهناك إنجاز هام جدا يسجل للجيش العربي السوري، حربه ليست هي مجرد حرب شوارع وحرب محاور وحرب طرقات رئيسية رغم أهمية هذا الحدث، ولكن هو يسحب وإلى الأبد حلب من خارطة البزار السياسي التركي الذي دائما ما كان يلوي ذراع الدولة السورية والحكومة السورية بقضية حلب. لذلك ما يقوم به الجيش العربي السوري هو هدف استراتيجي بعيد المدى يحقق للدولة السورية ويسجل لها من خلال هذا الانتصار النوعي، إضافة إلى ما يحرزه في الجبهة الجنوبية، وأقصد بذلك في جبهة إدلب. قبل أن أذهب إلى الجبهة الجنوبية وتعقيداتها، بس في موضوع حلب، المنطقة المتبقية من حلب هي منطقة ليست بالمنطقة الكبيرة، يعني للأحياء الغربية للمدينة ولريفها، بس صحيح. هي صعبة. هنا أريد أن أسألك، واضح أن خطة الجيش السوري هي خطة التفافية للمحاصرة تماما كما فعل في صحيح. مدينة حلب بنفسها. هذه الأحياء إلى أي مدى فعلا هناك صعوبة في تطويقها، في محاصرتها وإسقاطها؟ طبعا الصعوبة تكمن بأن الجيش العربي السوري يحرص على أقل نسبة ممكنة من التدمير، على أقل نسبة ممكنة من التأثير على المدنيين، بسبب أن المجامع الإرهابية تتخذهم ذروعا بشرية وتعمل على زجهم دائما في الخطوط الأمامية والمتاجرة بهم من أجل شيطنة الدولة السورية والتشويع على هذه الانتصارات. هذه المناطق هي بمعظمها وليس في يعني بشكل عام، بمعظم هذه المناطق هي مناطق قد هجرها أهلها وهي خاوية، وهناك يعني على سبيل المثال المناطق التي يمتد إليها الآن الجيش العربي السوري في عملية تطويق في حريتان، في عندان، في أورم الصغرى، في أورم الكبرى، في المغير، في المنصورة، في خان العسل التي سيطر عليها اليوم الجيش العربي السوري وبدأ بتمشيطها، في كل هذه المناطق وصولا إلى أقصى الغرب في محافظة ريف حلب وهي دارة عزة. ومن هناك نكون قد وصلنا إلى خواتيم الحدود الإدارية لمحافظة حلب. هذه المناطق بمعظمها وقد هجرها أهلها مسبقا بفعل الجرائم الإرهابية للمجامع الإرهابية، وخاصة جبهة النصرة التي سيطرت عليها في الآونة الأخيرة بعد أن يعني قدم لها النظام التركي أقصى ما لديه من دعم لوجستي، وقام وفي محاولة منه للقيام بأعمال تغيير ديموغرافي لتوطين عائلات هؤلاء المرتزقة التي جاء بهم أردوغان من حثالة الكرة الأرضية ليضعهم في هذه المنطقة بدل أهلها الأصليين، كما فعل بعفرين وكما يفعل في شرق الفرات وكما يفعل في كل المناطق التي كانت تحت سيطرته بشكل مباشر من خلال احتلاله ووجوده الاحتلالي على الأرض السورية، كما في جرابلس والباب وعفرين، أو أدواته في كما هو الحال في إدلب ومناطق غرب حلب. في الواقع عندما يعني نسمع لتصريحات تركية يعني بعد مقتل هؤلاء الجنود الخمسة الأتراك، تتحدث تركيا عن أنها قامت بعمليات وكبدت فيها الجيش السوري الكثير من الخسائر. هل فعلا العمليات التركية يعني كلفت خسائر للجيش السوري راهنا؟ أولا نحن نقول بأن سوريا تخوض حرب بندروس لم يشهد لها التاريخ مثيلا عبر تاريخ البشرية جمعاء، وهذا لا يعني بأنه الدولة السورية ليس لديها خسائر. نعم الدولة السورية تخسر يوميا من المقدرات ومن الإمكانيات وحتى من النفوس البشرية العدد، ولكن هي معركة مشروعة تخوضها الدولة السورية. ولكن الحجم الذي يبالغ به أردوغان من أجل حفظ ماء وجهه الذي هدر
تحت نعال الجنود السوريين هو بحد ذاته هو مبالغ به. يعني على سبيل المثال عندما صرح بالمرحلة الأولى عندما تم استهداف الرتل التركي بأنه قام بتحييد عدد كبير من الجنود أكثر من 36 وبعض التقارير أشارت إلى 76 جندي، أشارت الخارجية الروسية ووزارة الدفاع الروسية بأنه لم يكن هناك أي اختراق للمجال الجوي السوري الذي تسيطر عليه بالمطلق القوى الجوية السورية والجوية الفضائية الروسية المشتركة، ولم يكن هناك أي استهداف ولم تسجل أي خروقات. بالأمس كان هناك أيضا تصريح بأن الجيش التركي قد كبد السوريين ما يفوق عن 100 قتيل أو 100 شهيد كما قال هو. ولكن المرصد السوري المعارض الموجود في لندن أكد ونفى بالمطلق هذا الخبر وأن الجنود السوريين لم يتكبدوا أي خسائر. صحيح أن هناك استهدافات واشتباكات متبادلة، ولكن بكل تأكيد عندما يكون هناك مثل ظروف الحرب لن يقبع الجنود السوريين في البراري عراة ينتظرون قذائف أردوغان لتنهمر فوق رؤوسهم. هي أرقام مبالغ بها، هي أرقام لحفظ ما بقي من ماء وجه التركي. الجيش العربي السوري يلقن يوميا هذا الغاشم المحتل الدروس، واليوم كان هناك خسائر هائلة في صفوف الإرهابيين من خلال العملية المشتركة التركية الإرهابية مع المجاميع الإرهابية التي شنت على منطقة النيرب وقميناس بهدف استعادتها. ولكن كان لأدوات الاستطلاع السورية المتقدمة وللشرفاء من أهلنا الذين أفادوا بهذا التحضير الدور الحاسم بنصب كمين وشرك كبير أدى إلى خسارة ونفوق ويعني مقتل ما يزيد عن 150 من الإرهابيين بمن فيهم من القادة الأتراك. التركي حتى الآن الخسائر الرسمية التي يعترف بها ما يزيد عن 25 قتيل تركي من الضباط والجنود الأتراك، إضافة إلى ما يزيد عن 27 إلى 37 جريح، وتم إخلاؤهم عبر الحوامات التي شاهدناها بأم العين تأتي لتنقلهم، رغم إنكار الجانب التركي بأنه لا يوجد خسائر، ولكن الحقائق هي أكبر ولدينا الأدلة على ذلك. تماما، سنتحدث بعد قليل عن ماذا يمكن أن يعلن أردوغان غدا، ماذا سيفعل في إدلب، خصوصا أنه يطلب حديثا مع الروسي، والأهم من ذلك وصول مبعوث أمريكي إلى تركيا. سأتحدث معك عن هذه الناحية، إنما قبل ذلك ما رأيكم مشاهدينا أن نفهم أكثر كيف بدأت عمليات الجيش السوري لتحرير ريفي حلب وإدلب. إذا نذهب إلى الخريطة، لأنه عندما نتحدث على الخريطة يعني تكون الأمور أوضح. في صيف عام 2018 مشاهدينا كانت تحضيرات سارية لبدء معركة إدلب، إنما تركيا سرعت إلى التعهد في سوتشي في روسيا بإنشاء منطقة عازلة كما نرى الآن على الشاشة. هذه المنطقة العازلة ستكون منزوعة السلاح في محافظة إدلب وأجزاء من ريفي اللاذقية وحماة بعرض يتراوح بين 15 و 20 كيلومترا وسحب السلاح الثقيل منها وفتح طريق حلب دمشق وحلب اللاذقية، حلب دمشق M5 وحلب اللاذقية M4. كان المفترض أن تهدأ جبهة إدلب، لكن المجموعات المسلحة لم تلتزم بهذه الهدنة. تلاحظون الآن على الخريطة طريق حلب دمشق يعني مخططة بالأبيض، وطريق حلب تمر بسراقب تذهب نحو جسر الشغور إلى اللاذقية، هذين الطريقين مهمين للغاية. إذن كان على الدولة السورية ويعني بضمانة روسية أن يكون لك التزام من قبل تركيا. استمرت المناوشات حتى بلغت الخروقات حد قصف النصرة القاعدة الجوية الروسية في حميميم. عندها شن الجيش السوري هجوما لردع المسلحين، انتهى بتحرير مدينة خان شيخون في آب أغسطس من العام الماضي، وبالتالي عزل الجيش السوري كامل الريف الشمالي لمدينة حماة عن إدلب قبل أن تسقط بيده. أرسيت هدنة جديدة، لكن مطلع العام الحالي شهد هجوما كبيرا للنصرة أدى إلى استشهاد العشرات من الجيش السوري. أنهى هجوم النصرة هذه الهدنة للأبد على ما يبدو، وبدأ الجيش السوري هجوما واسعا. حصيلة هذا الهجوم حتى الآن سيطرة الجيش السوري بالكامل على أوتوستراد دمشق حلب الذي نراه الآن في الخريطة،
وهذه تحصل للمرة الأولى منذ عام 2012 منذ أن سيطرت المجموعات الإرهابية والمسلحة على هذا الطريق. حتى اللحظة تمكن الجيش السوري من انطلاق العملية من السيطرة على نحو 160 منطقة في كل من إدلب وحلب، كما نلاحظ أيضا على الخريطة. هي 57 منطقة في ريفي حلب الجنوبي والغربي، أبرزها خان طومان والراشدين 4 و5 والعيس وتلة العيس. وفي إدلب نحو 100 منطقة، أبرزها مدينتي معرة النعمان وسراقب، أماكن ومدن مهمة جدا قلبت الموازين إذن في هذه الحرب في إدلب. وهنا السؤال، ماذا بعد؟ الآن سنعود إلى ضيفنا أستاذ محمود عبد السلام لأسألك. أستاذ محمود، في الجبهة الجنوبية تحدثنا كثيرا عن جبهة حلب، الجبهة الجنوبية أيضا جبهة صعبة، الجيش السوري اقترب من مدينة إدلب، إنما كيف تتوقع أن يكون استراتيجية عمله؟ هل سيفضل أن يذهب جنوبا جنوبا إلى طريق السراقب جسر الشغور، يحاصر هذه المنطقة وبالتالي تترك إدلب لهدنة معينة، أو يحصل نفس سيناريو حلب في مدينة إدلب؟ يعني كيف تتوقع أن يكون تحرك في الجبهة الجنوبية؟ طبعا على أعقاب الإنجازات الكبيرة والنوعية للجيش العربي السوري خاصة على جبهة حلب كما أشرنا، هناك دعوات من أهلنا الموجودين في مدينة أريحة وفي جسر الشغور لتسليم هذه المناطق والدخول بتسويات، ونحن نعلم بأن الدولة السورية منفتحة كليا على كل النداءات الحقيقية والشريفة والموثوقة، ولا نريد أن يكون هناك خداع أو مناورة. طبعا إذا استطاع أهلنا في هذه المناطق فرض إرادتهم على هؤلاء الإرهابيين الذين يمسكون بزمام القرار في هذه المناطق وطردهم على غرار ما حدث في الغوطة الشرقية في كفر بطنة وحموريا وسقبة، عندما انتفض أهلنا داخل الغوطة ضد هؤلاء الإرهابيين وطردوهم منها، عندها تكون هذه المنطقة يمكن أن نقول أنها ستسلم للدولة السورية والجيش العربي السوري دون قتال. ولكن هناك أهمية استراتيجية بمكان تحرير هذا الطريق الأنفور لوصول وربط شمال سوريا بالبحر عن طريق اللاذقية، ووصول أقصى شرق سوريا من معبر الربيع على الحدود السورية العراقية الذي يمثل بداية لطريق الأنفور، مرورا بالمالكية، عمودة، الدرباسية، القامشلي، ثم وصولا إلى تلتمر، عين عيسى، منبج، الباب، وصولا إلى حلب، وصولا من حلب إلى سراقب، ومن سراقب باتجاه أريحة، محنبل، جسر الشغور، فاللاذقية وطرطوس. هذا الطريق حيوي كما هو الطريق M5، يصل شمال سوريا من أقصى الحدود الشمالية السورية من كلس وغازي عنتاب إلى حلب إلى الحدود السورية الأردنية المشتركة في معبر نصيب. هذا الطريق أيضا مهم. وأما مدينة إدلب كمدينة هي بحقيقة الأمر هي أهميتها جغرافية وليست استراتيجية، حيث أنها تمثل العاصمة السياسية لهذه المحافظة فقط لا غير. وبالتالي لا يوجد أهمية استراتيجية لا سوى أنها كما قلنا جغرافيا من الأرض السورية ويجب تحريرها. الأهم الآن انتهاء هذا الطريق، وسلما أو حربا، طوعا أو كرها كما يعني الموقف في حينه. وبعد ذلك يمكن أن نقول الدولة السورية يمكن أن تنظر ماذا بقي لدى هؤلاء الإرهابيين وداعميهم لنجلس على طاولة المفاوضات ونبحث بما بقي من أزمة سورية. أمام ما تقوله، يعني لن يكون هناك تسوية معينة مع الأتراك قبل تأمين هذا الطريق الاستراتيجي، وبالتالي كيف تتوقع أن يكون تحرك التركي؟ يعني أردوغان غدا سيعلن لنا خطوات تركية سيقوم بها في إدلب، ماذا يمكن أن يفعل أردوغان؟ هل سيدخل المعركة بقوة؟ يعني هو سيقاتل عوضا عن المجموعات التي تأتمر بجيشه؟ سيدتي، أردوغان حاليا، هل تسمعيني؟ نعم نعم تفضل. نعم،
بالنسبة لأردوغان هو فعليا لم يعد مكتوف الأيدي، يعني بعد أن أدرك هزيمة أدواته وخاصة جبهة النصرة على الأرض السورية، اندفع بكليته، اندفع بجيشه المحتل الغازي، دفع أكثر من 2000 عربة، وخاصة يوميا هناك تعزيزات عسكرية برية من الدبابات والعتاد المدرع والمدافع الثقيلة التي يزج بها يوميا. هناك أكثر من 8000 أو 10000 جندي تركي دخلوا الأراضي يعني السورية. لم يعد حضور الأتراك عسكريا، هو مساعد للمجموعات، هو قائد لها. لا هو يعمل يعني غرفة، يعني هو أرض من العمليات البداية مسيطرة عليها تركيا الآن. تماما، هو منذ البداية أراد أن تكون نقاط المراقبة التي نصت عليها الاتفاقية سوتشي ومخرجات أستانا 4 مناطق قبض التصعيد بال 2017، أراد أن تكون هذه نقاط استناد لبناء جدار عازل يمنع الدولة السورية والجيش السوري من الدخول إلى هذه المناطق، ولكن هذا المسعى فشل. لذلك حاول أن يوجد مناطق جديدة بديلا عن النقاط التي حاصرتها الدولة السورية والجيش السوري دون التنسيق حتى مع الجانب الروسي. ولكن أنا أقول لأردوغان والجيش التركي المحتل، سوريا أخذت قرارها مع حلفائها. إذا شاءت تركيا وجيش تركيا أن تكون درعا واقيا لجبهة النصرة المصنفة على رأس قائمة الإرهاب الدولي، فعليه أن يتحمل تبعات ذلك. الدولة السورية والجيش السوري اتخذوا قرارا، كل من يصوب سلاحه صوب جندي سوري أو مواطن سوري أو جهة سورية عليه أن يتحمل الردود بأضعاف مضاعفة من هذه القذائف التي ستنهمر على مصادر النيران. أيا كانت هذه المصادر. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، عفوا إذا سمحتي، عفوا، من ناحية أخرى، الجيش السوري لا يوجد أمامه نقاط حمراء، يعمل فوق أرضه ضمن سيادته، ضمن القانون الدولي، ضمن الدستور المعترف عليه والمستفتى عليه بال 2012، ومن حق سوريا الدفاع عن أرضها وشعبها ضد التنظيمات الإرهابية. لا يفوتنا بأن الجيش التركي المحتل يعمل على الأرض السورية وفي عمق الأرض السورية دون غطاء جوي، وهذا يعني بأن الأفضلية هي للدولة السورية وجيشها، لأن الضربات الجوية هي كفيلة بإفناء وتدمير وإبادة كل هذه الأرتال التي يدخلها أردوغان إلى سوريا. ملفت كيف يعني يتنقل أردوغان من الروسي إلى الأمريكي. بومبيو الآن أعلن بأنه بعث بجيمس جيفري المبعوث إلى سوريا إلى تركيا لكي يدرس هذا التقدم للجيش السوري، يعني هو طبعا استخدم تعبير مختلف. ماذا يمكن أن يقدم الأمريكيون لأردوغان في إدلب؟ تمام، ما يريده الأمريكيون أن يزيدوا من توريط أردوغان في المستنقع السوري والوحل السوري، ويزيدوا من خسائر أردوغان في الجانب السوري، وأن تبقى هذه الجبهة مفتوحة. لا بالتأكيد لا، ليست مساعدته، لأن الأمريكي يعي تماما بأنه بعد انتهاء الجيش العربي السوري من موضوع إدلب حتما سيتوجه إلى شمال شرق سوريا وشرق الفرات، منطقة الجزيرة، وهذا يعني بدء المشاكل الكثيرة على حكومة ترامب وجنوده الموجودين هناك في هذه المنطقة. هذا من جهة. ولو كانت أمريكا جادة فعلا بتحالفها مع تركيا، كيف يستقيم الأمر؟ تقدم لتركيا الدعم بوجودها في إدلب وفي غرب حلب وفي عفرين وفي هذه المناطق، وتقدم الدعم في شرق الفرات إلى ألد أعداء أردوغان وهم الأكراد السوريين الذين تتخذهم أداة لمحاربة أردوغان ومحاربة الدولة السورية، وأقصد بذلك فقط أولئك الذين انخرطوا في المشروع الأمريكي دون التعميم، لأننا إخوتنا الأكراد الموجودين هناك منهم الكثير من الشرفاء، وهم ينتمون إلى هذا الشعب ولا يقبلون بما يقوم به تنظيم قصد ولا قادة قصد ولا هذه الطروحات الانفصالية. شكرا جزيلا لك سيد محمود عبد السلام، الباحث الشؤون العسكرية، على انضمامك لنا من العاصمة السورية دمشق. مشاهدينا، الآن نذهب من المشهد الساخن إلى المشهد السياسي.
في المشهد السياسي نتحدث عن صفقة القرن، حيث أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض صفقة القرن والعمل على مواجهة تطبيقها على أرض الواقع. وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، دعا عباس الرباعية الدولية وأعضاء مجلس الأمن إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، وجدد تأكيد عدم قبول وساطة أمريكا وحدها. وأؤكد هاهنا على وجوب عدم اعتبار هذه الصفقة أو أي جزء منها كمرجعية دولية للتفاوض، لأنها صفقة أمريكية إسرائيلية استباقية جاءت لتصفية القضية الفلسطينية، ويكفي لرفضها من قبلنا أنها تخرج القدس الشرقية من السيادة الفلسطينية، يكفي هذا، وتحول شعبنا ووطننا إلى تجمعات سكنية ممزقة دون سيطرة على الأرض والحدود والمياه والأجواء، وتلغي قضية اللاجئين، ولهذا فإننا لن نقبل بها وسنواجه تطبيقها على أرض الواقع. وفي فلسطين شاركت حشود من الفلسطينيين في مهرجان مركزي وسط مدينة رام الله رفضا لصفقة القرن ودعما طبعا للرئيس محمود عباس. المشاركون رفعوا العلم الفلسطيني ورددوا هتافات وطنية ورفعوا صورا ولافتات تندد بصفقة القرن وبمحاولة تصفية القضية. الآن ينضم إلينا مدير مكتب الميادين في فلسطين ناصر لحام. مساء الخير ناصر، وأهلا بك معنا. يعني كيف يمكن أن نوجز كلمة الرئيس محمود عباس اليوم في مجلس الأمن؟ نوجزها بأنها كلمة دبلوماسية موجهة للغرب وموجهة لمجلس الأمن، لكن الشارع الفلسطيني يسبقها بكثير. هناك عنفوان غير مسبوق على مواقع التواصل الاجتماعي، يطالبون أن يكون خطاب الرئيس أشد، أعنف، أقوى. كما قلت، الشارع يسبق القيادات بكثير، اشتباكات، مواجهات. كيف بدا الشارع اليوم ناصر اذا اردنا ان نتحدث بالتفاصيل؟ غير مكتفي بخطاب الرئيس، كان يجب ان يكون اكثر حدا من دون دبلوماسيه، وان يعني يكون اكثر صرامه فيما يتعلق بهذا الرياء الدولي. والجميع في فلسطين يعرف ان كوشنير اتصل بزعماء عرب واثر على اعضاء مجلس الامن عرب وغير عرب، وادى الى ذلك الى منع التصويت على قرار مجلس الامن رفض صفقه القرن. وفي مثل هذه الحاله لا تنفع الدبلوماسيه. الرئيس الفلسطيني مثل الحد الادنى في الموقف، لكن الشارع متقدم كثيرا لنا. في مسألة الرفض الأمريكي وطلب أن يكون هناك وساطة يعني دولية، هل يعني في إمكانية لذلك ناصر؟ لا أعتقد بأنه الوقائع على الأرض تجاوزت مثل هذه الخيارات، كانت ربما تصلح قبل 20 سنة، قبل 10 سنوات، ربما أكثر من 10 سنوات، لكن الوقائع على الأرض تجاوزها. الاستيطار، محاصرة الفلسطينيين في جيوب سكانية، قطع المدن عن بعضها، فصل قطاع غزة عن الضفة، لف العاصمة القدس بجدار اسمنتي بارتفاع 15 متر. اليوم على أرض الواقع الأحداث تدهورت بشكل كبير جدا، بحيث أنه واحد الفلسطينيون لا يثقون، أقصد الشعب الفلسطيني لا يثق أبدا بما تقوله إسرائيل وما تقوله أمريكا، وبدون دبلوماسية. اثنين، يجب أن يكون هناك موقف متقدم تجاه المقاومة الشعبية، خصوصا أنه 5 شهداء ومئات الجرحى. لم نشاهد ولا متظاهر يحمل قطعة سلاح. الاحتلال فتح النار على المتظاهرين في غزة وقطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وهناك شهداء في مقتبل العمر مع أنهم كانوا في مسيرات سلمية لا يوجد معهم سلاح. وبالتالي الواقع متدهور جدا، ولا أعتقد أن خطاب الرئيس الليلة سيمنع الشارع من المزيد من الاصطدام مع المستوطنين الذين يعربدون، أو مع نتنياهو الذي أصيب بالهستيريا
قبل الانتخابات بعشرين يوم ويريد أن يفعل كل شيء لاسترضاء يمين اليمين. نعم، شكرا جزيلا لك زميلنا ناصر لحام مدير مكتب الميادين في فلسطين، كنت معنا من بيت لحم. مشاهدينا فاصل قصير جدا، نعود بعدها لنتابع باقي فقرات المشهدية، فابقوا معنا. من جديد أهلا بكم إلى المشهدية، والآن إلى المشهد الثقافي. بجدارة وعزم تسلق المغترب السوري أيهاب محرز قمم العالم، خمس هي القمم التي وصلها ورفع فوقها علم سوريا من أصل سبع قمم. اليوم سنتحدث عن أيهم، عن شغفه، وهو معنا مباشرة من إيطاليا لنتعرف عليه أكثر. مساء الخير وأهلا بك معنا سيد أيهم. يا أهلا وسهلا مساء النور، يسعد مساكي. يعني جميل ما تقوم به من مغامرة، ويطرح الكثير من التساؤلات عن السبب الذي يدفعك إلى هذه المغامرات في ظروف مناخية صعبة، في ظروف جغرافية صعبة. ما الذي يحرك هذا الشغف لديك وكيف بدأ؟ البداية كانت صراحة من طفولتي، كنت أقضي الصيفية، كنا نقضيها دائما بضيعتنا، ضيعتنا هي ضيعة جبلية باللاذقية، فكنا دائما نقضي كل اليوم بالجبال، يعني برات البيت نتسلق من جبل لجبل. بس دوليا بلشت في عام 2012، بلشت تسلق جبل كليمنجارو اللي هو اعلى جبل بافريقيا بعام 2012. بالنسبه للتسلق، التسلق هو بصراحه هو شغفي، هو هوايتي المفضله بالنسبه لي، لانه فيها تواصل مع الطبيعه ومع الذات كمان، هذا شغله كثير مهمه، بتعلمني كيف سيطر على جسدي وعلى قدراتي، غير هيك انه بتخليني ادفع بالقدرات اللي انا بفكر انه ممكن مستحيل اتجاوزها، واطلع وتسلق جبال بقدر اتجاوز هالشيء هذا. حلو، بتتخطى ذاتك. تماما. طب ما رايك ان نرى معا كيف هي الحال، يعني لديك تسلقك لبعض القمم، وسأسألك عن هذه القمم ما هي وكل ذلك، يعني كل تلك التفاصيل التي لدينا حشرية لنعرف عنها أكثر. نشاهد إذن كيف يتسلق أيهم محرز الجبال. حلو، ختمنا مع أنت على القمة مع السلام لأجل سوريا، بس أين كانت يعني هذه الرحلة في المشاهد التي الآن عرضناها؟ والله بصراحة أنا ما نشاف التلفزيون. كان في تلج وهيك يعني، بس خبرنا عن القمم التي تسلقتها، يعني هي خمس قمم للآن، ما هي هذه القمم وأي قمة كانت الأكثر تحديا وصعوبة؟ طبعا مثل ما قلت كليمنجارو، بعدين تسلقت قمة كاشتانس اللي هي موجودة بإندونيسيا، هي عبارة عن جبل صخري، فكان التسلق كله عبارة عن الحبال لمدة 10 ساعات. وبعدين جبل البروس أعلى جبل بأوروبا موجود بروسيا، على ارتفاع تقريبا 6000 متر. وبعده رحت على أكنكاغوا، هذا فعلا اللي كان من أصعب الجبال وواجهتني فيه صعوبة، فشلت في أول يوم، وصلت قبل القمة تقريبا ب 200 متر،
وبعدين جسمي انهار، ما عاد فيني لا ركز لا امشي، اي خطوه عم بخطيها عم دوخه هو. هذا كان الاصعب؟ ايوه هذا كان اصعب واحد بالنسبه لي، لانه اول مره بوصل على ارتفاع 6700، فكان تاثير الارتفاع علي كثير قوي. فتراجعت قبل 200 متر من القمه، بس بصراحه ثاني يوم الصبح قررت انه اطلع مره ثانيه. وثاني يوم الصبح طلعت ووصلت على القمه. فهي كان واحده من الاصعب اللي واجهتهم. اخر شيء طبعا تسلقت جبل فينسون، كان في صعوبة كثير من ناحية الطريق وصعوبة الوصول للجبل، لأنه كان في منحدرات كثير قاسية، وغير هيك إنه كنا مضطرين نحمل أغراضنا معنا وبيتنا وخيمنا والأكل تبعنا، كله كنا مضطرين نحمله مع بعض يعني بنفسنا. نعم، لا شك حتى الظروف المناخية صعبة، يعني عندما تتسلق في ثلج يعني كمان مختلف، حتى بيكون ربما في ثلوج على القمة وفي يعني ظروف مناخية أخرى في الأسفل. أيضا أنتم بحاجة إلى تجهيزات مختلفة يعني تراعي الظرفين، صحيح؟ آه طبعا أكيد 100%، خصوصي مثلا إذا في جليد في عندنا معدات خاصة من هدول الأحذية اللي بتكون فيهم بسامير، وفي طبعا الباط بتكون من نوع خاص، وحتى الثياب بتكون من نوع خاص. بالإضافة لذلك لازم نكون جاهزين بعدة التسلق اللي تتطلب الحبال. فكمان هي شغلة كمان إضافية لازم ننتبه عليها. غير في مخاطر ثانية، يعني هي مخاطر الانهيارات الثلجية أو الجليدية مثلا، هي كثير كثير مهمة. مثلا من شهر 7 السنة الماضية كنا بمنغوليا عم نتسلق، وصلنا قبل القمة تقريبا بشي 500 متر، بس ما قدرنا نتسلق على القمة لأنه كان في انهيارات ثلجية كثير، فاضطرينا نرجع. نعم يعني ما فيكم تخاطروا. طب أيهم يعني رفع شعار السلام لسوريا والعلم السوري وهيك، عندما تتسلق في متعة شخصية، بس أيضا في رسالة وطنية من خلال تسلقك لهذه القمم؟ طبعا 100%، أنا رسالتي هي رسالة سلام ورسالة محبة لسوريا. كيف تركت سوريا؟ كيف تركت سوريا؟ تركت بعام 1994، طلعت لبرا مشان الشغل واستمريت برا، يعني عايش من 94 لهلا. بس طبعا دائما في زيارات للبلد. حلو. طيب ايهم، ما هي القمم المستقبليه التي تضعها نصب عينك؟ هلا انا ان شاء الله بدي اكمل القمم السبعه. وبشهر 6 رايح على جبل دينالي موجود بألاسكا، هو أعلى جبل بالأمريكا الشمالية، فإن شاء الله راح يكون هذا. وبعدين بعد بكم سنة إن شاء الله راح أروح على إيفرست. على إيفرست هون التحدي الأكبر، ما هيك؟ أكيد إيفرست التحدي الأكبر لكل متسلق بالعالم. هذه الرياضة مكلفة أيهم؟ ايه مكلفة بسبب المعدات، بسبب السفر طبعا، بسبب السبورت او الدعم اللي بتحتاجيه خلال هذا السفر. طبعا بدك عالم يكونوا من نفس البلد يقدموا لك الاكل، يقدموا لك الطريق، يعرفوا الطريق، يقدموا يحملوا الاغراض. فكثير يعني حسب الجبل، في جبال مكلفة أكثر من غيرها. إيفرست لا شك رح تكون مكلفة ورح تكون صعبة على، وفيها تحديات أيضا يعني على قمة في العالم. في تحضيرات معينة تقوم بها لهذه القمة قبل وقت طويل؟ إيه طبعا، أنا تقريبا لازم استعد قبل بسنة، تدريب يوميا 6 أيام بالأسبوع لمدة ساعتين لثلاثة. في تدريب خاص طبعا بيعتمد على القوه البدنيه وعلى قدره الاحتمال وعلى تنميه العضلات كمان. غير هيك في شغله كثير كثير مهمه، هو التمرين الذهني والعقلي على هالشيء هذا، لانه هي مو حول قديش انت جاهز جسديا، لا. كل المتسلقين بيقولوا انه
إذا أنت 30% جاهز جسديا لازم تكون 70% جاهز عقليا، لأنه في صراع دائما بين العقل والجسد والتسلق، أنه ليش عم تسوي هيك؟ هل كمل؟ بكل خطوة أحيانا بمر أيام، بكل خطوة بدنا نتراجع، بدي أتراجع، بس بالنهاية دائما بكمل، بعرف أنه هي النقطة اللي بتوصلني انه انجح ولا افشل. حلو، طبعا الامر يحتاج الى قوه ذهنيه كبيره، بس هنا وانت تتحدث يعني حابه اسالك الى اي مدى اثر يعني عليك هذا التحدي بتسلق الجبال على خياراتك بالحياه، على ادائك بالعمل مع العائله مع الناس في المجتمع؟ والله لك هي رحلات التسلق مثل ما قلت لك بالبداية إنه فيها اكتشاف للذات. فأنا كل رحلة بروح أو برجع بتغير شيء فيني. أول شيء بتخليني تعلمني التواضع، قديش نحن متواضعين قدام عظمة الجبال وعظمة الخالق وعظمة هالطبيعة اللي نحن فيها. قديش نحن لازم نقضي حياتنا بالحب، وقديش نحن لازم نقدر اللي نحن عايشين فيه، لأن نحن بنروح نقعد بجبال بأقل الإمكانيات الممكنة، يعني طبعاً بننام بالكياش النوم وبرد وما في لا حمامات ولا تواليتات، والأكل طبعاً محدود، وغير هيك طبعاً الجهد الجسدي والفكري يعني طبعاً يعني مجهد. فبرجع أنا بشوف هالحياة وبشوفها قديش نحن عايشين بنعم كثير كبيرة، فأتمنى من كل واحد يقدر النعم اللي عنده ويتهنى فيها. ولا سوريا، ما هي رسالتك؟ ماذا تقول؟ أمنيتك ربما؟ أمنيتي لسوريا طبعا السلام، بتمنى السلام لسوريا وترجع سوريا بلد وحدة، ونعيش كلياتنا بمحبة وسلام، ونبني بلدنا مرة ثانية. شكرا جزيلا لك أيهم محرز، يعني استمتعنا كثيرا بهذه الرحلة في الجبال، وإن شاء الله تحقق كل يعني هذه القمم السبعة، ونرجع نستقبلك عن جديد، نقول لك مبروك على الإنجاز. شكرا جزيلا لك أيهم محرز من إيطاليا المتسلق السوري. الآن مشاهدينا نذهب فورا إلى المشهد أونلاين. عالم الإنترنت على حسناته الكثيرة طبعا أصبح مخيفا لناحية اختراق الخصوصية وتعزيز الخوف من التعدي على حياة المستخدم. اليوم هو اليوم العالمي للإنترنت الآمن، حيث سنتحدث عن كيفية الحفاظ على خصوصيتنا في عالم مفتوح على مصراعيه. ليست المرة الأولى بالمناسبة نتحدث فيها بهذه المسألة، بس مهم أن نذكر فيها دائما ونأخذها من أكثر من بعد ويعني زاوية. نستقبل معنا سيدة غريس صوان، هي رئيسة قسم المعلوماتية في المركز التربوي للبحوث والإنماء. مساء الخير وأهلا بك سيدة غريس. أولا اليوم العالمي للإنترنت الآمن، هل أتصار مهم أنه يكون في يوم عالمي توعوي لهذه الإشكالية؟ أكيد، هذا يوم الإنترنت آمن صرنا عم نحتفل فيه من مدة بعيدة ومانه شيء جديد، بتحتفل فيه جميع دول العالم، ولبنان من أحد الدول اللي بيحتفل فيها. هو احتفال أو يعني يا ناس انتبهوا؟ في احتفال بهيدا اليوم يلي بيتقدم فيه توعية ممكن، أو حتى نحن عم ناخذها من مقاربة إذا بدك من منظور شوي إيجابي، لما يكون على طول هي عملية تخويف. بالنهاية صار الإنترنت جزء من حياتنا اليومية، مشان هيك هيدي قضية هي وطنية، لأنه بتطال مختلف الشرائح، بتطال ممكن الأهل بدورهم بالتربية، إنه وقت عم بيربي الطفل لينقل قيمه الأخلاقية مش بس بأرض الواقع، كمان بالعالم الافتراضي، وقت اللي بيكون كمان الأهل نلاقي الأخلاق بالعالم الافتراضي، ويكونوا مفروض يكونوا هن كمان قدوة لهيدا الولد. كمان عندنا دور كتير كبير، لأنه هو الهدف من يوم الإنترنت الآمن لسيفر إنترنت داي، الهدف منه هو الترويج لبيئة آمنة للطفل على الإنترنت. يعني المستهدف الأول مستهدفين الأولاد بشكل أساسي، المستهدف الأول هو أكيد الفئة الأولى هي الأطفال، بس أكيد في إلنا دور للأهل،
في عنا دور أكيد للمدرسة برسم سياسات معينة بتحمي هالولد من أي عملية ممكن تنمر سيبراني، وتعمل حلقات توعية وحملات توعية وكمان موارد تربوية تدعم فيها هيدا الولد من خلال المنهج التربوي. أصعب مشكلة في الإنترنت هي تتعلق بالبولينج، بالتنمر وبالاستغلال الأطفال، هيدي أصعب مشكلة حالياً كنوع إساءات يعني كنوع إساءات هي السايبر بولينج اللي عم بتعرضوا لأطفالنا. السايبر بولينج ممكن تصيب أي ولد من طريق يمكن تشويه صورة، نشر معلومة معينة، تعليق نيجاتيف، حدا يأيد هيدا التعليق هو بيكون عم بيعمل تنمر سيبراني على الولد. وهيدا أثاره كمان سلبية أكثر من التنمر العادي، لأنه في جمهور أكبر عم بيشوف، والمحتوى أكيد كل شيء منحطه على الإنترنت له أثر رقمي سو لا يحذف، مشان هيك ممكن هذا المحتوى يرجع يبين. وكمان وقت الجمهور عم بيكبر يعني في شريحة أكبر عم بتشوف، وهذا الأذى عم بيطال الطفل. مشان هيك ضروري أنا بشدد كتير أنه لمحاربة التنمر السيبراني بالمدرسة مفروض يكون في بوليسي سياسي فيها عواقب للتنمر، ومفروض المتنمر إذا صارت عملية تنمر المتنمر يكون يعرف أنه مفروض يعالج هيدي الخطأ يلي عمله بطريقة معينة وأكيد يعاقب عليها. مشان هيك هون أنا بشدد على كلمة مهمة يلي هو التعاطف. ضروري كتير نربي أولادنا على مهارة التعاطف واحترام التنوع واحترام الآخر، إنه كل شيء أنت عم تكتبه وعم بيرجع غيرك نحله لو تعكسه على حالك. من هيدا المنطلق مفروض نربيهم، لأنه بالنهاية حتى المتنمر هو كمان ضحية مجتمع. يعني أكيد عانى من عملية تنمر لهلأ عم بيعكسها صحيح. على ولد، والاثنين هن بحاجة لمعالجة. سيدة غريس، ما رأيك أن نرى هيك قليلا بعض النقاط عن كيف يكون استخدام الناس يعني للإنترنت آمن أكثر يعني ويحافظ على خصوصياتهم؟ نشاهد. احنا هون عرضنا بعض المعلومات للمستخدم العادي، بس انت اعطيتينا بعد جميل ونفسي واهم يعني للانترنت الامن. ولكن بالنسبه للناس يعني مش الاهل ولا الاطفال ولا العادي، مستخدم عادي، في صعوبه الحفاظ على الخصوصيه الان تزداد كلما تقدمت التكنولوجيا؟ هلا في خصوصيه اكيد، في مفروض يكون في تشريعات وقوانين كمان بتحمي بياناتنا الشخصية وأمن المعلومات الموجودة كمان. مشان هيك ضروري ممكن نستعمل أو نستغل الأمن السيفتي سيتينجز، إعدادات الأمان. ممكن كمان ما نكون فريندز يعني مع ناس بعرفهم أو ما بعرفهم، يعني يكون عندي حتى خصوصية لإلي، خصوصية لذاتي، خصوصية لهالمعلومات الآخر كمان أحترم له خصوصيته، ما أنشر أشياء بتخص غيري. هي كمان في عنا أكيد تحسين كلمة المرور، بدنا نستعمل أرقام، بدنا نستعمل سيمبولز، وأكيد في شيء هلا اسمه تو ستيب فيريفيكيشن لنقدر نعمل ساين ان، يكون الكلمه محصنه اكثر من اي جهاز عم بفتح عليه اي حساب، يكون عندي على القليله عن تليفوني انا اعطي هيدا الاوكي او لا، هي تفاديا لاي عمليه قرصنه. واكيد اذا بده يصير في بيع وشراء اتاكد انه اليو ار ال محطوط عليها HTTPS، يعني هو سكيورد، بدي اتاكد من هيدي الاشياء مشان ما اوقع اي ضحيه اي سرقه قرصنة أو طب بموضوع الاستغلال الجنسي على الإنترنت، هيدا كمان بعد مهم. نحن بالمناسبة كل موضوع عملنا عنه حلقة، بس هلأ عم نجمعهم كلهم لأنه الموضوع على الإنترنت الآمن. في الناس بدأت تعي أنه ما تخجل أنها تحكي أنه تعرضت لاستغلال جنسي وتطلب مساعدة من الأمن، يعني من السلطات المختصة. مزبوط، نحن هيدا هو نوع أخطر نوع من السايبر بولينج، من قله سكستورشن أو الابتزاز الجنسي للمحتوى. مشان هيك عم نعمل كتير حلقات توعية أكيد للأفراد
للأفراد مش بس للأولاد أنه ما يبعثوا أي صور أو يقوموا بمحادثات مع حدا غريب حتى لو قريب أو حبيب، يبعثوا فيها صور فاتحة لألون ما بيحبوا تنشاف بالعلن، لأنه ما حدا بيعرف تليفونهم بين مين أو أي جهاز وين بإيد مين ممكن يوقع. مشان هيك في مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في عنده رقم ساخن، خط ساخن عم بيستقبل فيه الدعاوى وعم بيقول أكيد بتنسيق مع بقية الوزارات. بحكي بلبنان يعني yes. بالدول العربية في كمان مكاتب أكيد هلأ عم بحكي هون بلبنان هن عم بيعالجوا هيدي الحالات وعم بيكون يعني مثل ما عم بينحكى أنه بسرية تامة عم بيكون في تعاون مثل ما عم بعرف إيه عم بيكون في تعاون في كتير حالات عم بيكون بدنا ننتبه أنه في مافيات منظمة بتقوم بهيدي العمليات وضحاياها مش كلها أولاد، ضحاياها عم بيكونوا ناس راشدين ومثقفين، فهيدي بدنا نهتم لأنه هيدي مافيات معينة عم تشتغل على هيدا النقطة. شكرا جزيلا لك سيدة غريس سوان رئيسة قسم المعلوماتية في المركز التربوي للبحوث والإنماء في لبنان، وإن شاء الله ما حدا بيوقع لا نتيجة لا استغلال ولا قرصنة ولا ابتزاز ولا شيء. مشاهدينا بهذا تكون مشاهدية قد اكتملت لهذه الليلة، نلتقي بكم غدا عند الساعة 8 طبعا مثل العادة في المشاهدية. اكتبوا لنا على حساباتنا على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وإنستغرام، ونلقاكم بخير. إلى اللقاء.